تسعى دولة الكويت إلى إيجاد كيان مهني من الكوادر الوطنية في مجال المحاسبة في ظل تعقد وتشابك بيئة الأعمال في العديد من القطاعات المالية وغير المالية. لذلك تقوم مؤسسات الدولة وبالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية إلى تكوين جهة تنظيمية موحدة جادة قادرة على تعزيز المهنة وتطوير قدرات العاملين فيها. إلى التفاصيل مع الزميل نواف الشراكي. تسعى جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية على الاهتمام والتواصل مع الجهات والهيئات الحكومية من أجل بناء وتأهيل كوادر وطنية في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة للعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية. تقوم الجمعية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بتنظيم دورة القيد، وهي دورة مراقب الحسابات، والتي تعد أهم الدورات المحاسبية لاجتياز مراقب الحسابات. وتقدم للدورة السابقة لاختبار مراقب الحسابات عدد 150 شخص للاختبار، وهذه الاختبارات تشرف عليها وزارة التجارة، واجتاز هذه الاختبارات 34 شخص من متقدمين 150 شخص. والآن وصل عدد مراقب الحسابات في دولة الكويت في سجل وزارة التجارة 354 مراقب حسابات. وتسعى الدولة من خلال الجهات والمؤسسات بشكل جاد للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية عبر تبني خطط تنموية واعدة في مجال المحاسبة والمراجعة مدعومة بكوادر وطنية شابة. تستمر جمعية المحاسبين المراجعين الكويتية على تطوير قدرات أعضائها العاملين المنتسبين فيها منذ تأسيسها في عام 1973 ميلادي حتى يومنا هذا، بعدد إجمالي تجاوز حاجز 7500 عضو. أيضا تستهدف الجمعية تطوير أداء مزاولي المهنة في مختلف الجهات من خلال تقديم برامج تدريبية مهنية عالية المستوى يطلبها القطاع الخاص في البنوك والشركات، وكذلك في العديد من الجهات والهيئات الحكومية. تخصص المحاسبة من أهم التخصصات الرائدة في مستوى الكويت وكل مستوى العالم، ومطلوب اقتصاديا، وبالتالي هناك إقبال كبير على هذا التخصص، ولا سيما أنتم ملاحظين أن الدوامات إن شاء الله جاية والكليات إدارة الأعمال فتحت أبوابها، فالطلبة محتاجين بعض التوجيه والإرشاد والتوعية في مجال وتخصص المحاسبة. وتقوم جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بدور محوري وبناء في تطوير الأداء الاقتصادي، أبرزوا عمل دورات وبرامج تدريبية وورش عمل علمية في مختلف مجالات تخصص المحاسبة لجميع الجهات الحكومية والخاصة. جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تحرص من خلال دعم الدولة على تطبيق مسار خاص يواكب التطور الحاصل ويلبي احتياجات جهات العمل. نواف الشراكي، قناة الأخبار. مشاهدينا، يعني تخصص المحاسبة لا زال أحد التخصصات أو أحد أهم التخصصات الصامد أمام المدى التقني والتكنولوجي والريبوت والذكاء الاصطناعي، حيث لا يزال صامد أمام كل هذا المدى التكنولوجي ومحافظا على مستواه وعلى مرتبته في قائمة أكثر المهن المطلوبة عالميا. حول هذا الموضوع وللاستفاضة أكثر ينضم إلينا مراسل قناة الأخبار نواف الشراكي. حياك الله يا نواف، وتحية أيضا ضيفك الكريم للحديث أكثر وباستفاضة أكثر على هذا التخصص تحديدا وأهميته، ومثل ما اتفقنا على أنه لا يزال أحد التخصصات الصامد والمتمسك بأهميته في العديد من التخصصات الأخرى. بودنا أيضا أن نتعرف على أهمية تشجيع وأهمية الدور الذي تقوم به جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية. لك الهوى نواف. تحية لك عبد العزيز، وتحية لكل من يشاهدنا الآن عبر النشرة الاقتصادية في قناة الأخبار. مثل ما تفضلت، يعني بالفعل مجال أو مهنة المحاسبة يعني هذه من التخصصات، هي ليست نادرة فقط، ولكن هي يعني مهنة مهمة في جميع القطاعات في جميع المجالات. لو نتكلم على القطاعين العام والخاص نجد أن مهنة المحاسبة هي مهنة موجودة، فبالتالي تكمن أهمية هذه المهنة من خلال يعني تمكين الكوادر الوطنية الدخول والانخراط في هذا المجال حتى يكونون عمود أساسي في دعم التنمية الاقتصادية في البلاد. ولكن دور جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية دور مهم جدا من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية في الدولة حتى يكون هناك حوافز بتشجيع
الكوادر الوطنية بأن يعملوا في هذا المجال. أين تكمن أهمية هذا المجال؟ يسعد أن يكون معنا الآن الأستاذ فيصل عبد المحسن الطبيخ ضيفنا الكريم عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية. أستاذ فيصل مساء الخير، شكرا لك على تواجدك معنا. بداية، أين تكمن أهمية مهنة المحاسبة والمراجعة في مجال تعزيز دور الاقتصاد الوطني؟ أيضا ما هو دوركم مع والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية في أن يكون هناك تأهيل للكوادر الوطنية بأن يكونون موجودين في مهنة المحاسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكركم على وجودكم جمعية المحاسبين المراجعين الكويتية المقر الدائم. هذا في وقت من الأوقات كان الحلم الذي أصبح حقيقة ولله الحمد، هذا مبنانا المقر الدائم. وكذلك يعني ودي أسلط الضوء على المشاهد الكريم، مهنة المحاسبة مهنة كبيرة وعريقة. جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تأسست سنة 1973، من أهدافها نشر الوعي الثقافي والمجتمع المدني، وأهل الكويت جبلوا من القدم على العمل التطوعي بشكل عام، وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بشكل خاص على العمل التطوعي. دور الجمعية في تأهيل الكوادر، احنا نمد ايدي العون الى جميع الجهات الحكومية بدولة الكويت الخاصة والعامة والحكومية، وكان عندنا شراكات كثيرة. منها يعني من الاشياء اللي كان نركز عليها ولله الحمد ابدعنا فيها، ونشكر الهيئة العامة للقوى العاملة بالشراكة معنا، تم تأهيل 3 دفعات من عن طريق البرنامج مكون من 3 شهور تدريس مهني، شهادة مهنية يأخذونها خريجي المحاسبة، ومن بعدها يكون لهم شهر كامل تدريب ميداني في مراقبي مكاتب مراقبي الحسابات، أساس نسقلهم ويدخلون وينخرطون في العمل في القطاع الخاص. فيعني الهيئة العامة للقوى العاملة الشراكة معانا، يمكن أنا الشيء بشيء يذكر، يعني افتتاح هذا المقر كان تحت رعاية سامية كريمة من سمو الأمير الشيخ مشعل أحمد جابر الصباح حفظه وراه ورعاه، وكثير من خطاباته كان يدقق ويركز على الكوادر الوطنية والكفاءات، وإحنا بدورنا حريصين على أن نضع هذه الكفاءات على أرض الواقع. فمنها اللي صار معه الهيئة العامة للقوى العاملة، كذلك عندنا شراكة ويا وزارة التجارة، لأن احنا نشاركهم في تعديل وضع قيد مراقب الحسابات، ويا وزارة الشؤون ننظم بعض العمليات اللي لهم. هذا تفضل استاذ فيصل بشكل سريع 30 ثانية، أين تكمن أهمية المحاسب؟ شنو أهمية المحاسب؟ المحاسب إذا تقول سريعا، أنا يمكن ودي أقول لكم قولة كان جدي يرددها كثيرا الرئيس الفخري العام يوسف صالح العثمان، المحاسب أو الطبيب لا سمح الله إذا أخطأ لا سمح الله يعني يكون المشكلة في قتل شخص واحد، ولكن المحاسب في إخطائه يبيد مجتمع كامل. فيمكن أنا في النهاية أناشد سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، عندنا شهادة جاهزة كاملة متكونة الأركان اللي هي محاسب تعاوني معتمد، نتمنى أن ترى النور وأن نطبقها على الجمعيات التعاونية، منها نخفف عاتق على الكوادر الوطنية ونعين ما هم جالسين في البيوت يكونون يعني مشاركين ويكونون على خبرة كاملة ودراية في المحاسب التعاوني. وانت يمكن شفت أخوي نواف في الآونة الأخيرة الجمعيات فيها مشاكل كثيرة، فمتى ما طلعنا هذه الكوادر والكوادر الوطنية دهنا مكبتنا. أتوقع أستاذ فيصل طبيخ كل الشكر لك على هذه المعلومات، ونتمنى لكم التوفيق. بالفعل الكوادر الكويتية بالفعل يعني قادرة أن تدفع بعجلة التنمية نحو الأمام. شكرا لك. عبد العزيز، يمكن سمعنا الأستاذ فيصل طبيخ عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية حول أهمية الكوادر الوطنية في تأهيلهم والانخراط في هذا المجال لما له من تعزيز للتنمية في اقتصاد البلاد. نعم، عساك على القوة نواف، كل الشكر لك وأيضا لضيفك الكريم على هذه الإيضاحات وعلى هذه التفاصيل الهامة في إبراز تخصص المحاسبة تحديدا، اللي مثل ما قلنا أهميتها في أن يعني أي خطأ في هذا التخصص أو في إجراءاته ممكن أن يؤذي مجتمع بأكمله.